على رسول الله. مرحبا بولادي بناتي عبر هذا البث المباشر الذي سوف نقوم به الخاص بالسنة الثانية والثالثة اللي هي كثيرات الحدود، يحتاجها جماعة الدوزياماني في الفصل الأول في الاختبارات والفروض، أما جماعة الترمينال يحتاجها في جزء الدوال في البكالوريا. لهذا نحاول نتابعوا نقطة نقطة. هو خاص بشعبة العلوم التجريبية والتقني الرياضي ورياضة. نشوفوا غير البث اللي راه يمشي. أظن أن البث راه يمشي جدي. إذا قلت نحاول ننطلق نقطة نقطة لهذا المراجعة لهذا المحور. نحاول نعدل شوية الصورة. نعدلوا فيها باش نحاولوا نطلق ولادي. نعم، إذا قلت هذا راه خاص بالسنة الثانية والثالثة اللي هي هذه كثيرات الحدود. الآن الصورة راهي واضحة جماعة. قال نعتبر كثير الحدود بي لي إكس حيث بي لي إكس يساوي إكس مكعب زائد إكس مربع ناقص 10 إكس زائد 8. قال أحسب بي لي واحد وماذا تستنتج بالنسبة لهذا الواحد؟ ثم قال علم الأعداد الحقيقية أ وبي وسي بحيث واش؟ بحيث بي اكس يساوي لنا اكس ناقص 1 في ا اكس مربع زائد اكس زائد سي. ثم ثالثا قال حل في ار معادله بي اكس يساوي صفر ثم المتراجعه بي اكس اقل ثمن الصفر. ثم رابعا قال استنتج في ار حلول معادلات بي القيمه المطلقه لاكس يساوي صفر، بي القيمه المطلقه لاكس ناقص 1 يساوي صفر، ثم بي اكس مربع يساوي لنا صفر، وبي جذر اكس يساوي لنا صفر. خامسا قال استنتج في المجال من ناقص بي البي حل المعادله بي لي بي لي كوس اكس يساوي صفر وبي لي سينوس اكس يساوي صفر. هذا مثلا راهم يجوا بزاف خاصه جماعه الدوزيام اني في الاختبارات والفروض. تبعوا الله يفتح عليكم نقطه نقطه. اذا اولا نقول حساب منطلق ببي لي واحد. شكون اللي يقول لي يا الاولاد كون نعوضش عندنا القابل ليس؟ تبعوا معايا شوف بي واحد ماذا يساوي؟ نعوض هنايا اصبح لنا واحد مكعب هي واحد زائد واحد مربع هي واحد ناقص 10 في واحد هي ناقص 10 زائد واش؟ زائد 8. شحال نسيبوا الاولاد؟ برافو نسيبوا صفر. ماذا يمكن ان نقول على العدد واحد؟ شكون اللي يقول يا الاولاد؟ نقول نستنتج نستنتج ان واحد جذر لي بي اكس انه جذر ماشي حل. لو كان للمعادله بي اكس يساوي صفر نقول الواحد حل المعادله. اما بما ان هذا ماهوش مكتوب على شكل معادله مكتوب على شكل كثير حدود فقط نقول هو جذر. يعني فرقوا بين متى نقول جذر متى نقول حل. حل للمعادله المتراجحه اما للعباره نقول جذر صح. ثم قال علم الاعداد الحقيقيه ا وبي وسي علما. اذا نكتب هنا تعيين الاعداد ا بي و سي حيث اعطونا واش يا ولدي؟ اعطونا اف عفوا عفوا بي اكس يساوي لنا اكس ناقص واحد في ا اكس مربع زائد بي اكس زائد واش؟ زائد سي. شكون اللي يقول لي يا الاولاد هنا اما تبعوا معايا مليح كاين زوج طرق. الطريقه الاولى بما ان هذا كثيرة الحدود ما راح عندنا حتى مشكل نقدر نستعمل القسمة الإقليدية. أو طريقة الزوجة نستعمل المطابقة. نستعمل ما القسمة الإقليدية ما معنى؟ شوفوا معايا مليح. بما أن الواحد اسمعوا معايا مليح الواحد ركزوا معايا مليح جذر لهذا العدد ما معنى؟ معنى هذا العدد يقبل القسمة على واحد. شوفوا معايا كيفاش. شوفوا معايا إكس مكعب زائد إكس مربع ناقص 10 إكس زائد 8 تقسيم شوفوا معايا إكس ناقص 1
x ناقص 1. شوفوا بقى تعلموا، هذا x ناقص 1 يصبح يقسم هذا العدد. علاش يا استاذ؟ تبعوا معايا مليح. لو كي لقينا هنا واحد نقول x ناقص 1، لو لقينا ناقص 1 لكتبنا هنا x زائد 1، لان الجذر مكتوب هكذا x ناقص x 0. هنا x 0 تاعنا في هذه الحاله اش حصلناه؟ حصلناه 1، فنقول x ناقص 1 ونقسم واش؟ نقسم هذا على هذا. شوفوا معايا الفكره كيفاش. x مكعب تقسيم x يعطينا x مربع. كيفاش يا استاذ؟ x مكعب على x، تروح منا x ومنا x تعطينا x مربع. ثم واش راح يصبح لنا؟ اذا x مكعب على x يعطينا x مربع. ثم نقول هذا ثيتا، x مربع في ناقص 1 يعطيني ناقص x مربع. ثم x مربع في x يعطينا x مكعب. ثم تقول قاعدة ندخل عليهم ناقص، يعني اصبحنا ناقص وهنا زائد. هذا مع هذا ولادي يروح، وهذا مع هذا كي رانا نديرو في القسمة تاع الابتدائي. x مربع و x مربع يعطينا 2 x مربع. ثم نزلوا هذه ناقص 10 x ثم زائد 8، ونعاود الكره. 2 x مربع على x، 2 x مربع على x، نحذف منها x ومنها x، اصبحنا 2 x تعطينا ماذا؟ تعطينا زائد 2 x. تبعوا الله يفتح عليكم. بعدها واش راح ندير؟ نكمل نعاود دوكا واش ندير. هذا لاحظوا هذا فيضا يعطينا ناقص 2 x، وهذا فيضا شوفوا معايا مليح، وهذا فيضا يعطينا 2 x مربع، ندخل عليهم ناقص. اصبح لي 2 x مربع ناقص 2 x مربع يا الاولاد هي صفر، وعندنا ناقص 10 x زائد 2 x تعطينا ناقص عفوا ناقص 8 x، ونزلوا 8 زائد 8 كما قلنا في البريمير عادي. ناقص 8 x على ماذا؟ على x، تروح هذه مع هذه يبقى لنا ناقص 8. شوفوا بالدقه صح، اصبح هذا فينا يعطينا زائد 8، وهذا فينا يعطينا 8 x، ندخل عليهم مره اخرى ناقص، هنا ناقص اصبح هنا ناقص، هذا معاه صفر وهذا معاه صفر، الباقي كم؟ هو صفر. اذا هذه القسمه هي قسمة تامة، قسمة تامة. ما معناها ولادي؟ تبعوا معايا مليح. دونك مادام لقينا خلاص الباقي تاع شعار صفر، يمكن كتابة كما قال تقسموا لي. شوفوا معايا، تقسموا 20 تقسيم 4 يساوي لنا 5. ماذا نقول؟ نقول 20 يساوي لنا 4 في 5. هنا كذلك واش اصبح لنا؟ هذا شوفوا معايا، هذا البي دي اكس، هذا واش يساوي؟ يساوي هذا في هذا، قلت يساوي لنا هذا في هذا. هاي 20 تقسيم 4 يعطينا 5، 20 ماذا يساوي؟ يساوي 4 في 5. فاصبح لنا هكذا، اصبح لنا بي اكس يساوي هذا في هذا، يعني اكس ناقص 1 في ماذا؟ في اكس مربع زائد 2 اكس ناقص 8، ناقص واش؟ 8. الان شوفوا ولادي، قلت هذا ماذا يساوي؟ يساوي لنا هذا في هذا، الباقي صفر. صح، هنايا رانا قلنا تبعوا الله يفتح عليكم، تبعوا زائد 8، نعم عفوا زائد 8 لا 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 ناقص 8 يا جماعة، ناقص 8. تبعوا الله يفتح عليكم، تبعوا شوفوا معايا، أن هنا تعطينا ناقص 8 إكس على إكس تعطينا ناقص 8. تبعوا يا جماعة، تبعوا صح، أصبح أنا هنا ما زالت لنا ناقص 8. ناقص صح، تبعوا الله يفتح عليكم. الآن قلنا هذا ماذا يساوي؟ يساوي لنا هذا في هذا. الآن اش علي يولي بالمطابقة؟ شكون اللي يقول لي الـ؟ شوفوا معايا وركزوا، ها هي العبارة تاعي
وها هنا العبارة الثانية الآن شعلي عود. شكون اللي يقول لي أشعلي عود؟ شكون اللي يقول لي أشعلي عود؟ هيا تشوف جماعة الآن يعود لنا شعل جماعة شوفوا معايا الآن يعود لنا واحد البي البي ها وين البي هو اثنين بي يساوي اثنين والسي يساوي ناقص ثمانية واو شوف هذا مع هذا وهذا مع هذا دابا الله يفتح عليكم اذا واش قلنا دابا الله يفتح عليكم قاسمنا ماذا هذه العبارة هذه قسمناها يا جماعة على من؟ على إكس ناقص واحد واستعملنا قسمة تقليدية خرج لنا هنايا يا ولاد الباقي صفر غنشرح لكم ليه بعدها واش راح نقول؟ نقول هذه العبارة واش تساوي؟ تساوي هذه في هذه والباقي ما كاش بالمطابقة واش لقينا؟ لقينا بلي الأ هو هذا البي هو هذا والسي هو هذا خلاص صح بعدها واش قال؟ قال لنا حل في المعادله بي دي اكس يساوي الصفر صح خلاص هذا جبدنا الاو والبي والسي انتهت القصه تاعهم نجيو الان الى السؤال الاخر خلاص ها هنا بي دي اكس تاعي اذا نذكروا باللي بي دي اكس هاي تساوي لنا اكس ناقص واحد ضرب x مربع زائد 2x ناقص 8 هذه خلاص فهمنا معاها دركا واش يجينا يا ولاد قال لي حل حل في ال المعادلة واش هي المعادلة نبداو بالمعادلة الأولى اللي هي قال لنا p لx يساوي صفر أصبح لنا هكذا قلنا بي اكس يساوي صفر جداء عددا يساوي صفر هذه قاعدة شرعية ا في بي يساوي صفر اما ال ا يساوي صفر او بي يساوي صفر معناها واش اصبح لنا؟ اصبح لنا اكس ناقص واحد يساوي صفر او اكس مربع زائد 2 اكس ناقص 8 يساوي نص صفر شوفوا معايا مليح ا في بي يساوي صفر اما ا يساوي صفر أو بي يساوي صفر صح هذا خلاص رجعوه هنا أصبح لنا إكس يساوي واحد أما هذا المميز صح المميز وش يقول بي مربع بي مربع ناقص أربعة أ سي أصبح لنا الضرطة وش يساوي لنا ركزوا الله يفتح عليكم البي هنا شعار راه اثنين كيربعوه أصبح لنا أربعة ناقص أربعة في الأ هو واحد والسي هو ناقص ثمانية صح أصبحنا ضرطة يساوينا ماذا؟ يساوينا 32 زائد 4 اللي هي 36 الجذر تاعو الذي يساوينا كم؟ يساوينا 6 نجو دركا نحلو اللي راه يقول لنا شبان الاختبار يتبان عادي أصبحنا إكس واحد ناقص بي ناقص جذر ضرطة على 2 أ أصبحنا إكس واحد يساوي ناقص ب ها هو هنا البي شو شعر اثنين مع القانون تاع الناقص واش يصبح لنا؟ يصبح لنا ناقص اثنين ناقص جذر دالتا على اثنان في ا يصبح لنا ناقص ثمانية على اثنين اللي هي ناقص ربعة اكس الثاني يساوي لنا ناقص ب زائد جذر دالتا على اثنان يساوي كم اصبح لنا اكس 2 يساوي لنا ها هو هنا البي مع الناقص اللي ناقص 2 زائد جذر دالتا على 2 ا 4 2 6 ناقص 2 تساوي لنا 4 على 2 ويساوي لنا كم؟ يساوي لنا 2 فوالا ها هم الان ولادي الجذور راهم بانوا كامل واحد ها هو هنا الحلول واحد زوج ثلاثة
يعني تصبح لنا شوفوا ولادي تصبح لي اس هذا يساوي لنا الحل الاول ناقص 4 هو صغير ومن بعد كاين الواحد ومن بعد اثنين ها هما الحلول تاعي تبعوا معي ها هما الحلول تاعي يا جماعه اذا عندنا الواحد يعدم ناقص 4 يعدم واثنين يعدم تسمى الحلول تاعي ها هم قدامكم الله يفتح عليكم صح بعدما انهينا الان من الحل التاعي المعادله التاعي قال لي ثم متراجعها حل اشو على اس تاعنا نكتبوهم هنا اس اللي هما الحلول اس راهي تساوي لنا قلنا ناقص 4 والواحد والاثنين نحطهم هنا لان رحيل نحتاجوه تبعوا وجبه بعدها نجو الى حل المتراجع حل المتراجعه بي لاكس اقل تماما من الصفر شوفوا وجبه حل المتراجعه باش نديروها جماعه الخير شوفوا معايا مليح لازم نديرو اشاره البي لاكس تبعوا شوفوا نعيّو اشاره بي لاكس صح اروح ها نديرو جدول الإشارة هذا جدول الإشارة نخرجو به كلش شو بتعلم إذا عندنا هنا إكس عندنا هذي كيفاش راهي مكتوبة تبعو معايا ها هي وين إكس ناقص واحد ينعدل منا عند واحد شوفوا بتعلمو صح ولادي ها من هنا نفس ومن هنا عكس من هنا ناقص ما لا نهاية من هنا زايد ما لا نهاية صح شوفوا معايا إذا هذا البي لي إكس نقوم بتعيين إشاراتها إكس ناقص واحد ينعدم منا عند الواحد بما أنها عبارة عن الدرجة الأولى منا نقولو نفس ومنا عكس ماذا؟ هاي وين؟ ها هو الإشارة تاع ضاع منا نديروها نفس ومنا عكس بعد نجيو دوك لهذا اللي هو إكس مربع إكس مربع ناقص زائد 2 إكس ناقص 8 كذلك عندما صبناها تنعدم منا تنعدم عند الناقص 4 وعند اثنين ها هو الكلام هذا ها تنعدم منا عند من؟ تنعدم منا عند ناقص 4 هذا بما ان هذا جا فايد فقط جا فايد صار ناقص يخليها ناقص ما تمشيهاش الحل الثاني اللي هو اثنين هكذا جا فايد صار زايد يخليها زايد خطير لان هذا الكرور ماشي تاعو الكرور تاعو هو هذا هذه جا فايد صار زايد يخليها زايد ما تمشيهاش صح وبعد نجيو هنايا هكذا بعد هذا خلاص تبعوا الله يفتح عليكم العباره من الدرجه الثانيه كيفاش تعي الاشاره تاعها خارج مجال الجذرين ها هي عباره تاعنا من الدرجه الثانيه خارج مجال الجذرين نفس والداخل عكس عكس ماذا ونفس ماذا هو العدد اللي مضروب هنا نفس نفس برا نفس الداخل عكس ها هي اذا خارج مجال الجذرين تبعوا يا جماعه خارج مجال الجذرين زائد داخل مجال الجذرين خرجت لنا ناقص ثم ينزل هذا هاو نازل صابوش الاشاره صاب ناقص يخليها ناقص ما يتوشي والو ثم تجينا هنايا بي لي اكس شوفوا معايا بي لي اكس كيفاش نعين الاشاره هذا يعدمها وهذا يعدمها وهذا يعدمها علاش يا استاذ شوفوا تنعدم عند الناقص 4 وعند 2 وعند 1 عند ثلث جذور هذا البي دي اكس صح شوفوا معايا يا جماعه الخير نديروا حرب الاشارات اشاره هذه العباره اشاره هذا فينا هذا مع هذا يعطينا ناقص وهذا فينا يعطينا زائد وهذا فينا يعطينا ناقص وهذا فينا يعطينا زائد ها هي خرجت الان شكون اللي يقول لي يا الاولاد ولادي بناتي دروك ما هي حلول المتراجعه بي لي اكس اقل من الصفر الاولى كلمه اقل من الصفر هل راهي تبحث عن الاشاره زايد ولا الاشاره ناقص هنا في الجدول يا شطار كل تشوف يا شطار الاشاره تاعنا تاع بي لي اكس دوك مادام راهي هاي يقول اقل او اقل من الصفر يتحوس على الناقص ولا الزايد راهي تحوس لنا على راهي تحوس لنا على الناقص ها بي لي اكس اقل من الصفر راه باغي تقول حوس لي هنا في الجدول تاع بي لي اكس والاماكن اللي فيها الناقص الاماكن اللي فيها الناقص يا جماعه ها
ها هي وين كاينه هنا، ها هي وين ناقص، ها هي وين الجزء الاول، وعندنا ها هو وين ناقص، ها هو وين الجزء الثاني. هنا شنو نقولوا؟ حنا دائما نقولوا حلول المعادله المتراجعه هي قيم اكس، ثم تصبح لي بي اكس اقل من صفر لما، شوفوا معايا ولادي، لما الاكس تاعي يكون هنا او هنا، يعني تصبح لي اس لما الاكس تاعي يكون من ناقص ما لا نهايه الى ناقص 4 مفتوح اتحاد من الواحد الى الاثنان مفتوح. علاش يا استاذ مفتوح؟ لان راه يقول تماما، راه يقول هو قال تماما، كلمه تماما معناها المجال مفتوح، يعني اصبح لنا من ناقص ما لا نهايه ناقص 4 ومنين ومن الواحد للاثنين. قال يا استاذ لو كان عطانا بي اكس اكبر او يساوي الصفر، لو زادها لنا هذه، لو زاد لنا بي اكس اكبر، هنا نبحثوا، قولوا لي نبحثوا على الزايد ولا على الناقص؟ شوفوا معايا هنا نبحثوا على زايد ولا ناقص، بي اكس اكبر او يساوي الصفر. ها شكون اللي يقول لولادي؟ هيا تشوف يا شطار، فوالا تابعوا معايا، هنايا نبحثوا على الزايد، لكن قلنا اكبر او يساوي، او يساوي المجال، كيفاش نديروا له؟ نغلقوه عادي ما راح يصرى والو. يعني كيفاش صبح ولادي؟ صبح لنا لما، وين راهم الاشارات تاع الزايد؟ ها هي من الزايد وها هي من الزايد، يعني واش ندو؟ ندو هذا وندو هذا. شوف تعلمي، يعني تصبح لنا اس ولا اس فتحه ولا كيما جات نسموها، تصبح لنا من ناقص 4 الواحد اتحاد منين مثنين زي ما لا نهاية. هاي خرجت هذه صح، كملوا صح، كملوا الله يفتح عليكم. شوفوا معايا، اذا لما تقول اقل تماما ندو البلايس اللي فيه الاشاره السالبه اللي هو هذا وهذا، ويقول موجب برك ما يقولش تماما، هنا واش ندو؟ ندو القيم اللي فيهم الزايد، الزايد يكون هنا بين ناقص 4 و1 ولا من زوج زايد من هنا، خلاص. بعد ما انهينا الان من هذا ولادي، كملنا مع هذا الاخر، دوكا نجو للاستنتاجات، الاستنتاجات فيها نوع من الذكاء. شوفوا معايا، خلاص كملنا مع هذا الشيء، نجو الى استنتج. صح، استنتاج حلول المعادلات. شوفوا معايا باش تتعلموا الى استنتاج، الاستنتاج فيه نوع من الذكاء. لما يقول استنتج يعني ما تعاودش تحل، تبني على من؟ على اللي درتها من قبل اللي هي على هذه، لان هذه معادلات، هاي معادله. نبداو الاولى ب قيمة مطلقة لـ x تساوي الصفر. شوفوا ولادي، ب قيمة مطلقة لـ x تساوي الصفر. ركزوا شوفوا ولادي، الأولى ما هي حلول المعادلة؟ ها هي حلول المعادلة، شوفوا والله. مباشرة هنا ما تتعمى والو. قول لدينا ب لـ x يساوي الصفر لما x يدي ناقص 4 والاكس يدي واحد والاكس على يدي اثنين. هاي بي اكس على يساوي الصفر، الحلول صبناهم ناقص 4 والواحد واثنين. لكن هو واش دار ولادي؟ ما تخافوش، دار امر بسيط، دار القيمه المطلقه هنا، انت ثاني دير القيمه المطلقه هنا وزيدها هنا وزيدها هنا. شوفوا كيف هنا واش دار؟ دار القيمة المطلقة لـ x ناقص 1، ندير هنا القيمة المطلقة لـ x ناقص 1 ونديرها هنا ونديرها هنا ونديرها هنا. هنا دار x مربع، ندير هنا x مربع x مربع x مربع x مربع. هنا واش دار؟ دار جذر x، ندير هنا جذر x جذر x جذر x جذر x. ركزوا كيف الفكرة. بعدها هذا نخليه وهذا نكمل معاه من الحسابات. خلاص هاي بي القيمة المطلقة لـ x تساوي صفر.
دايره في القيمه المطلقه نديرها هنا ونديرها هنا ونديرها هنا. القيمه المطلقه في الرياضيات كيفاش دايره؟ موجبه. تسمى هل من المعقول ان القيمه المطلقه لاكس ناقص 4؟ هذه مستحيل. نكتبوا مستحيل ديالها صح. نجو القيمه المطلقه لاكس يساوي لنا 1، شكون اللي يقول لي القيمه المطلقه لاكس قيمه مطلقه موجبه تساوي عدد موجب؟ تسمى يقول لنا اكس يا اما يدي 1 او اكس يدي ناقص 1. القيمه المطلقه لاكس تساوي 1 يعني اكس يدي 1 وناقص 1. وهنا القيمه المطلقه لاكس يساوي لنا 2، فان اكس يا يدي 2 ولا اش عم يساوي ناقص 2. اما هذه مرفوضه لان القيمه المطلقه موجبه تساوي عدد سالب، مستحيله اصلا مستحيل. ثم تصبح لنا يا الاولاد اس يساوي مباشره شحال؟ ناقص 2 ناقص 1 1 و2. ها هما الحلول تاعي خرجوا يجروا صح. زيدوا درك ولادي نجو للحاله الثانيه. بي للقيمه المطلقه لاكس ناقص 1 يساوي صفر صح. هنايا نجو بي للقيمه المطلقه لاكس ناقص 1 يساوي كم؟ يساوي لنا صفر. حنا الحلول تاعنا قلنا الحلول تاعنا هاهم، ركزوا ركزوا باش تعلموا. الحل عندنا هو اكس يساوي لنا قلنا ناقص 4 واكس يساوي لنا 1 واكس يساوي لنا شحال؟ يساوي لنا 2. لكن هو واش راه داير؟ داير القيمه المطلقه لاكس ناقص 1. شوف نزيد هنا عفوا شوفوا غير بالعقل باش تعلموا. ها نزيد هنا 1 وندير رمز القيمه المطلقه، وندير هنا 1 وندير رمز القيمه المطلقه، وندير هنا ناقص 1 وندير رمز القيمه المطلقه. كانت عندي مكتوبه بي لي اكس، نقلبها مكتوبه بي لي اكس القيمه المطلقه لي اكس ناقص 1. شوفوا باش تعلموا برك. كانت هنا عندي اكس قلبتها القيمه المطلقه لي اكس ناقص 1، وهنا القيمه المطلقه لي اكس ناقص 1، وهنا القيمه المطلقه لي اكس ناقص 1. نفس السيناريو. هذه القيمه المطلقه كي دايره؟ موجبه تساوي عدد سالب، مستحيل. هذه مستحيل ان القيمه المطلقه دايره موجبه، مستحيل تساوي لنا قيمه سالبه. نجيو لهذه القيمه المطلقه لاكس ناقص 1 يساوي الصفر. القيمه المطلقه قلنا واش تساوي؟ تساوي لنا دائما احنا عندنا القيمه المطلقه لاكس يساوي لنا ا، فان اكس يساوي ا او اكس يساوي لنا ناقص ا، مع الار تكون قيمه موجبه. لازم الشرط تاعها لازم تكون موجبه. هروح يجي ولادي نحو تشارج القيمه المطلقه هنا، كي تنحو تصبح لنا اكس ناقص 1 يساوي لنا 1 او اكس ناقص 1 يساوي لنا ناقص 1، لان قلنا شوفوا معايا القيمه المطلقه لاكس يساوي 1 يدات 1 يدات ناقص 1. لكن بالمره اللي راهي هنا لداخل ماهيش القيمه المطلقه لاكس، راهي القيمه المطلقه لاكس ناقص 1. يعني قاعدين نحو اكس ناقص 1 تساوي 1 ولا اكس ناقص 1 تساوي ناقص 1، لان هنا كان عندي غير اكس، بصح في التمرين تاعي الجزء الثاني كان هو اكس ناقص 1، هنا اكس ناقص 1 وهنا اكس ناقص 1، تبعوا رجع هذا منا ورجع هذا منا، واش تصبح لي؟ تصبح لي اكس يساوي لنا 2 ورجع هذا من ناقص 1 زائد 1 اكس يساوي لنا 0. انا صبناها. نجو درك كذلك ولادي لهذه القيمه المطلقه على اكس ناقص 1 يساوي لنا 2، اي اكس ناقص 1 يساوي لنا 2 او اكس ناقص 1 يساوي لنا ناقص 2. رجع هذا هنا ورجع هذا هنا، اصبح لي اكس واش يساوي؟ يساوي 3 او اكس يساوي لنا ناقص 1، لان هذا كي نقول هنا اصبح لنا ناقص 2 زائد واش؟ زائد 1. اصبح لنا الحلول تاعي واش هما في ذي الحاله؟ اس يساوي، شوفوا ولادي عندنا ناقص 1 والصفر والزوج والربع عفوا والثلاثة. ها هو اللي خرج. شوف شوف ركزوا برك تعلموا الافكار، والله قلت لكم هائله، يعني ما تقلق روحك ما والو. عندك القيمه المطلقه هذه مستحيل تساوي مع عدد سالب، اسمها مستحيل هذه مش منها. هنا القيمه المطلقه نحو نقول اكس ناقص 1 يدي 1 او ناقص 1، وهنا القيمه المطلقه اكس ناقص 2 تدي 2 ولا ناقص 2. هنا اش نكمل؟ نحل المعادلات تاعي، نقلت هذا هنا صرت القيم تاعي، هذا ثاني نقلت من 3 وهذا من عقلي ناقص 1. الحلول شحال كاين؟ لا ما نسيتش ما نسيتش ما تقلقوش، هاني كاين هذه ومن بعدين نضرب نجي لهذه وهذه صح.
هنايا كاين عندنا ربع زوج يجيبهم لنا ذا وزوج يجيبهم لنا ذا صح. بعد ما انهينا الان من هذه رايحين نروحوا كذلك شوف تعلم برك نجو الى الحاله الاخرى. الحاله الاخرى اللي هي بيلي جذر اكس يساوي صفر. بما ان جماعه الخير جذور لازم نعيد مجموعه التعريف انها اصبح عندنا جذر. الجذر شتا هو؟ الجذر لازم يكون اكس تاعو اكبر او يساوي صفر، هذا شرط. شوف معايا بلي كنوصيكم بيلي جذر اكس لازم نعيد مجموعه التعريف تاعها. استاذ هنا لي ما عينش مجموعه التعريف لان القيمه المطلقه لاكس ناقص واحد معرفه على ا والقيمه المطلقه لاكس معرفه على ا، هذا عندي مشكل بصح. عفوا نبداو بالتربيع، نسيت التربيع قبل، نبداو بالتربيع من بعد بهذه بعد نروحو الاخرى معليش. شوفوا نبداو بهذه اكس مربع معرفه على ا ما راح دير والو صح. حنا عندنا قلنا بي لي اكس يساوي صفر اذا كان اكس يساوي ناقص ربع أو إكس يساوي لنا واحد أو قلنا إكس يساوي لنا اثنين. قال أستاذ ولكن هو علم راه يبحث، راه يبحث على إكس مربع. ندير هنا تربيع 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 تربيع، خلاص هذه فهمناها صح. عندي لا تبدي متغير لي ولو الأمر بسيط. إكس مربع يساوي ناقص ربع هذا مستحيل. علاش يا أستاذ؟ أنا إكس مربع موجب كيفاش يساوي سالب؟ مستحيل، سما نرفضوه. صح، نجيو كذلك الآن إكس مربع يساوي لنا واحد، نجذرو منا ونجذرو من، أصبح لنا جذر إكس مربع يساوي لنا واحد. يعني باش تخلصوا من التربيع لازم تجذر، لازم تجذر. تبع إكس مربع يساوي لنا واحد، نجذر، لكن عندنا واحد الحاجة تنقريتوها اللي هي جذر إكس مربع. جذر إكس مربع هو القيمة المطلقة لإكس كي يتنحى رمز الجذر لازم ديرو قيمة مطلقة. شوفوا عليها هذه تاع تجي بريميرالي، شوفوا عليها مليح. الجذر إكس مربع هو القيمة المطلقة لإكس، يعني تصبح لي هذه القيمة المطلقة لإكس يساوي لنا واحد. القيمة المطلقة لإكس يساوي لنا أ فإن إكس يساوي أو ناقص أ، يعني إكس أصبح ناقص واحد إكس يساوي لنا واحد صح. هذه الأولى. نجو دروكا لهذه للتخلص من التربيع نجذر، أصبح لي جذر إكس مربع يساوي لنا جذر اثنان. يا أستاذ هنا لي قاعد الواحد لأن جذر واحد، جذر واحد ما يدير والو صح. لكن هنا قلنا جذر إكس مربع هو القيمة المطلقة، يعني القيمة المطلقة لإكس يساوي لنا جذر اثنان. صح، القيمة المطلقة تساوي أ، إكس يساوي أو ناقص أ، يعني يولي لي إكس يساوي لنا جذر اثنين أو إكس يساوي لنا ناقص جذر اثنين. الحلول إس يساوي واش يساوي لنا؟ يساوي لنا ناقص جذر اثنين ويساوي لنا ناقص واحد ويساوي لنا الواحد ويساوي لنا الجذر اثنين. ها نخرج ها. لا لا الله يبان عندي موش يتقطع، راه كلش واضح، كلش راه قدامي. ها هنا قدامي الميكرو شاعر، شتي عندك كونيكسيون. ها جبنا الحلول أربعة، الأولى هذه مستحيلة، هذه نجذرو من ونجذرو من طبقوا هذه الخاصية، ومنها كذلك نجذرو من ونجذرو من طبقوا هذه الخاصية، نخرجوا لهذه الخاصية تعطيني زوج حلول، انتهى. بعد ما أنهينا الآن من هذا الذي رايحين نروحوا الآن إلى بي لي جذر اكس، بي لي جذر اكس يساوي صفر. واش قلنا؟ قلنا اولا الجذر يجب علينا ان نعين له مجموعه التعريف تاعه، لان اي حاجه عندها مجموعه تعريف. من الشروط قلنا الجذر انه لازم يكون موجب، يعني اكس تاعي لازم يكون موجب، معناها الاشياء التي تبعوا معايا. علاش تربع الحلول؟ ما تربع لا حلول لا والو، ركزوا معنا تفهموا هذه هي الفكره تاعها كيفاش نحلوا هذه المعادله. الان من الشروط تاع الجذر لازم يكون موجب، معناها القيم اللي كانت موجبه ندوها، اللي كانت ماهيش موجبه نرفضوها صح. اروح يجوا لي نعاودوا نفس السيناريو. شوفوا كانت هاك،
شو نسهل على ولدي غير حاجه بسيطه كانت هكذا. هو واش دالها؟ دالها الجذر. نديرو هنا جذر وهنا جذر وهنا جذر وهنا جذر. صح. جذر اكس يساوي ناقص 4 هذه مستحيل، هذه من المستحيلات. كيفاش الجذر يساوي حاجه سالبه؟ قاعد قلنا هذه للتخلص من الجذر نربع الطرفين، نربعو منا ونربعو منا. كي نربعو جذر اكس يولي اكس، وكي نربعو الواحد يساوينا واحد. اخرج. هل هذه القيمه تنتمي له؟ ايه صحيح، موجب تسمى مقبول. نجيو لهنا نربعو كذلك، جذر اكس كي نربعوه يعطينا اكس، واثنين كي نربعوها تعطينا 4. هل 4 جايه هنا؟ نعم، اصبح ان اس تساوينا 1 و4. اما هنا مستحيله اصلا، لان هذا كيف داير موجب، كيفاش يساوي سالب؟ مستحيل. خلاص هانا كملنا. بعد ما انهينا اولادي من هذا المثال، رايحين نروحو نتطرقوا الى خامسا. خامسا هنايا راهو مشكل في الدائره المثلثيه، لهذا نحبكم تركزوا معايا. صح، كملنا مع هذا الامر. الان استنتاج، كذلك استنتاج حلول المعادلتين. اولا بي كوس اكس يساوي صفر، والدوزيام بي سينس اكس يساوي شحال؟ صفر. مع لازم في مجال، في المجال عطاوه لنا من ناقص بي البي. يا جماعه ركزوا صح اولادي، يعني نقول ركزوا صح. الاولى المجال من ناقص بي البي، شنو يعني من ناقص بي البي؟ هاي من الدائره المثلثيه. شنو بنقول؟ هاي من الدائره المثلثيه. هنا شحال؟ هنا صفر، وهنا بي على 2، وهنا بي، شوف صفر بي على 2، وهنا بي. العكس تاع بي على 2 شنو هو؟ هو ناقص بي على 2. والعكس تاع بي هو ناقص بي. يعني كيف راح يقرا؟ ورحمة توديكم ركزوا. من ناقص بي بي، يعني نقراو هكا من البيت. شوفوا معايا ولدي، شوف شوف كي نقراو، نقراو من حتى لهنا. حنا موالفين نقراو من، لو كان قال من صفر لاثنين بي، تجي من صفر لاثنين بي. لكن هو واش قال؟ قال من ناقص بي بي. وصح، كنت تجمع 360 درجة. مرات نقولوا من صفر لاثنين بي، من صفر لاثنين بي، وذو مرة قلنا من ناقص بي البي، كيف كيف تعطينا 360 درجة. صح، هذه خلاص. أروح الجملة دي الآن نطبقه. نفس السيناريو، بما أن قالنا استنتج معناها الجواب راه في فما. احنا عندنا واش؟ قلنا عندنا بي لي اكس يساوي صفر، لما اكس شحال يدي؟ قلنا يدي ناقص 4، واكس يدي ناقص 1، واكس يدي 2. لكن هو واش قال؟ قال يا ودي في بلاصة الاكس هنا راه داير سينيس اكس، كوس اكس. شوفوا معايا، واللي هنايا كوس اكس وهنا كوس اكس، وهنا كوس اكس، وهنا كوس اكس. صح ولادي، كيف كيف، يعني ما درنا حتى تغيير بزاف. لكن الكوس بين المحصور يا الاولاد، شكون اللي يقول لي الكوس والسينس بين المحصورين؟ هيا تشوف يا شطار، هيا تشوف اللي يقول لي الكوس قريناه، قريته حتى في الكاتريامان بين المحصور يا الاولاد. هيا تشوف يا جماعه، قول لي شوف، حاب ولادي شو يتبعوا معايا؟ الكوس بين المحصور البيكس، برافو. شكون اللي يقول لي الكوس بين المحصور؟ يا جماعه راكم قريتوا العام الماضي، قريتوا العام اللي فات، قريتوا العام اللي قبل، شكون اللي يقول لي الكوس بين المحصور؟ اللي راه يسب فيا وكل عليه ربي. واو، الكوس محصور بين الناقص 1 والواحد. عندنا المعلومه انه كوس اكس محصور بين الناقص 1 والواحد. ما معنى؟ ها هو يكون الواحد، وهنا يكون الناقص 1، هنا 1
الكوس هنا يكون، اسمع معايا، الكوس هنا يكون واحد وهنا يكون ناقص واحد. يعني هل من المعقول كوس اكس يساوي ناقص 4؟ معقوله ولا مش معقوله؟ كوس اكس يساوي ناقص 4، وحنا رانا نقولوا الكوس ما يديباسيش بين الناقص واحد والواحد، اسكو مقبوله هذه؟ قول لي ولادي الكوس هل من المعقول يساوي ناقص 4؟ اقعد معايا تشوف. لا، اذا هذه مستحيل. نرفضوها بتاتا. كما كنا الساعه نرفضوا في القيمه المطلقه، كما صرنا القيمه المطلقه تساوي ناقص 4 ما كاش منها، صح. هل الكوس يساوي لنا 2؟ وحنا نقول الكوس محصور بين ناقص 1 و1، هذه كذلك مستحيل. لي مقبوله كوس اكس يساوي 1، صحيح يقدر يحل 1. درش على يدي؟ يدي 1. شكون اللي يقول لي؟ هنا نحبوا لي هذه، تشوف كوس اكس يساوي 1، اكس شحال يكون؟ ها هم لكم القيم مكتوبه. شكون اللي يقول لي اكس شحال يكون؟ استعرف لي شطار. شكون اللي يقول لي كوس شحال يكون؟ اكس شحال يكون؟ اذا كوس اكس يساوي لنا 1 لما اكس شحال يساوي؟ شكون اللي يقول لي؟ صح اولادي، هنا قلنا الكوس هنا يكون 1 وهنا ناقص 1، كوس اكس يساوي 1 معنى اكس شحال يكون يساوي؟ يساوي لنا 0. هذا هو الجواب، اس يساوي 0. علاش يا استاذ ما درتش ناقص 1؟ هو يقول كوس اكس يساوي 1 برك، ما زادش وقلي، كوس اكس يساوي 1، انتهت القصه. الكوس اكس يساوي لنا 1 وين؟ لما يكون في المكان، هنا شحال الزاويه؟ الزاويه تاعنا 0، اكس يساوي 0. صح. نجو الان الى بي لي سينوس اكس يساوي 0، نفس السيناريو ولادي، شوفوا كانت قبيله، شوفوا معايا مليح، كانت قبيله. الكوس دوك شنو دار في بلاصه الكوس؟ دار سينوس النحو هذه والناحيه هذه، شوفوا شنو دار هذه والناحيه هذه والناحيه هذه في بلاصه، باه نلخصوا الامر. اصبح عندنا هنا سينوس وهنا سينوس وهنا سينوس وهنا سينوس، ونعرفوا باللي السينوس كذلك، شوفوا ولادي السينوس كذلك محصور بين الناقص واحد والواحد. السينوس باه نوصل ولادي مليح، هنا قلنا بي على 2 وهنا هنا قصت على 2، تبعوا الله يفتح عليكم، حاجة بسيطة. الأولى السينوس مستحيل يساوي ناقص 4، علاه؟ لأن السينوس محصور بين ناقص واحد وواحد، اسمها هذه مستحيلة. السينوس يساوي لنا 2 مستحيلة، كذلك تقعد لنا واحدة، سينوس إكس يساوي لنا 1، سينوس إكس يساوي لنا 1، يعني هنا تصبح لي كذلك سينوس إكس يساوي 1. شكون اللي يقول لي يا ولاد؟ نحب ولادي تشوف سينوس إكس يساوي 1. أشيخ وضح لنا هنا السينوس يكون صفر، وهنا السينوس يكون 1، وهنا السينوس يكون صفر، وهنا السينوس يكون ناقص 1. السينوس شحال يكون؟ يكون ناقص 1. وين هي البلاصة اللي السينوس يساوي 1؟ شكون اللي يقول لي ولادي؟ السينوس يساوي 1، هنا يساوي صفر، وهنا صفر، وهنا 1، وهنا ناقص 1. شكون اللي يقول لي؟ برافو، نكتب له اكس يساوي لنا بي على 2، ما نكتبوش 90، ما نكتبوش 90، معليش، نكتبوها سينوس اكس يساوي لنا 1 لما اكس على يساوي لنا بي على 2، ونكتب اس يساوي لنا بي على 2. ها شوفوا ولادي، تعلمنا افكار رائعه وبسيطه جدا، باللي القضيه عسر روحك تغلط غير في الحاله برك، هذه برك عسر روحك تغلط والباقية يخرجوا كامل يجوا، اللي قال لي سبيتك يا شيخ الله يسمح لك، خلاص صحيح. ها هي برافو ليكم يا ولادي، تعلمنا أفكار هي تبان في الأصل واعرة، ولكن هي أفكار بسيطة. عندك عسر تغلط وتك في هذا، خلينا لازم الأول بي سي يكونوا صحاح، ومن بعد هذه هي الإشارة تاع البي إكس اللي صنعها، والحلول هذو هما أمور استنتاجية فقط. هذه هي ولادي بناتي، ربي يوفقكم ويوفقنا معكم ان شاء الله، ان شاء الله تنجحوا لنا وتجيبوا لنا معدلات رائعه في الفروض والاختبارات، وانتم جماعه الباك ان شاء الله تجيبوا معدلات خياليه ان شاء الله في الباكالوريا باش تجيبوا لنا نقاط ملاح، اما الدوزيام ان شاء الله تجيبوا لنا نقاط ملاح في الفروض والاختبارات.
لا تنسونا بالدعاء لنا بالشفاء إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. ودعونا للوالدة رحمة الله عليها مع تحيات الأستاذ المرضين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.